وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بغداد زميلتي هبة التميم مراسلة القاهرة الإخبارية. هبة صباح الخير، لو تطلعينا على ملامح الانتخابات المحلية التي أعلن عنها مجلس الوزراء العراقي. نعم، صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير أيضا على شيرين، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة الأخبارية. العراق والحكومة العراقية في استعداد تام للمفوضية لانتخابات المجالس المحافظات المحلية، والمفوضية تستعد بكثافة وتبذل جهود مكثفة لأجل إكمال الانتخابات مجالس المحافظات، والاستعداد أيضا للأمور اللوجستية والفنية، وكذلك الأمور التي تخص تأمين المراكز الاقتراع وتأمين أيضا الصناديق في يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات في مجالس الانتخابات. حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسته الاعتيادية واستضاف يعني رئيس مجلس المفوضية لاستكمال ويعني الأمور اللوجستية والفنية وتحديد موعد لانتخابات من المقرر أن يتم يعني يتم تحديد هذا اليوم يوم 18 من ديسمبر في العام الحالي. طبعا الانتخابات والمفوضية عفوا في يعني في لقاءاتها المستمرة وفي تكثيف هذه الجهود، وأيضا دائما يجدد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دعمه للمفوضية ودعمه ل يعني هذه الانتخابات، انتخابات المجالس المحافظات بعد غياب دام 10 سنوات. اليوم سوف يعني أيضا يتم تجهيز كافة الأمور التي تخص المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك أيضا دعم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أيضا للمفوضية العليا وتكثيف الجهود في تحديث البطاقة الناخب للشعب العراقي، وكذلك يعني دعم أيضا لمشاركة هذه الانتخابات التي تعد يعني أهمية قصوى لهذه الانتخابات الموجودة في العراق، خصوصا بعد تحديد الموعد المقرر 18 من ديسمبر. اليوم طبعا كل الأنظار تتجه إلى المفوضية وكيف يتم استعداد هذه المفوضية. يعني الانتخابات مجالس المحافظة تشمل 15 محافظة من أصل 18 من ضمنها إقليم كردستان، يعني ويعني وهنالك 3 محافظات سوف لم يتم الانتخاب مجالس المحافظات اللي هي اقليم كردستان، وستكون هذه اول انتخابات بعد 10 سنوات. وايضا كشفت المفوضيه العليا في الايام السابقه يعني لمتابعه تامين مراكز الاقتراع وكيفيه ايضا الاشراف على هذه المراكز الاقتراع، وستكون لا مركزيه، ستكون كل محافظه هنالك يعني كل محافظة يتم العدوى الفرز الإلكتروني ومن ثم العدوى الفرز اليدوي وثم نقلها إلى العاصمة بغداد. هذه يعني الخطة المفوضية للانتخابات وتأمين المراكز الاقتراع، وستشكل أيضا لجان تابعة لمديرية الدفاع المدني، ستقوم بزيادة أيضا يعني بزيارة المحافظات، وكذلك أيضا لتفقد المخازن والإطلاع على الأمور الوقائية، وكذلك أيضا بعد تقرير يومي لهذا يعني الموضوع. لو انتقل من السياسة إلى الرياضة هبة، وأعرف من خلال رصدك للشارع العراقي، ما هي أصداء فوز العراق ببطولة غرب آسيا، وكيف احتفلت الجماهير العراقية بهذا الإنجاز؟ طبعا في ليلة الثلاثاء كانت هناك احتفالات عارمة في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية بسبب فوز وتتويج المنتخب الأولمبي ببطولة غرب آسيا على نظيره الإيراني. هذه يعني الفوز وهذه الاستضافة لبغداد، استضافة لغرب آسيا، تعد هذه الاستضافة الثانية بعد خليجي 25. يعني الجماهير الرياضية كانت مفعمة بالحيوية، كانت هنالك يعني كسرت الرقم يعني المهول في هذا الموضوع، هو 30 ألف متفرج وأكثر، لأنه الملعب يستوعب الملعب في
الملعب المدينة في العاصمة بغداد، يعني شمل الكثير من المتفرجين، كانوا هنالك، كانت الأصداء كبيرة وأصداء واسعة بعد فوز يعني فوز المنتخب الأولمبي على نظيره الإيراني، وكيفية أنه هذا التتويج يعني وكيفية أنه العراق أصبح يستضيف الكثير من البطولات، ما بعد بطولة خليجي 25 هناك أيضا بطولات سيتم يعني استضافتها في العاصمة بغداد، وكذلك أيضا في المحافظات يعني في المحافظات العراقية اليوم بعد بحضور هذا الجمهور الكبير الذي غصى على مدرجات الملعب، وهنالك أحداث كبيرة وأكبر حدث يعني رياضي الذي حصل في خليج 25 يعني، والجمهور الذي كان يعني يكتظ في المدرجات. نعم يعني نحن من صباح جديد أيضا نبارك للمنتخب العراقي على هذا الإنجاز. زميلتنا هبة تميمي مراسلة القاهرة الأخبارية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد.